اليوم احنا قبل ايام اعتبروا الاسرائيليين ان القضيه انتهت، وهم قاعدين سلطه عاجزه في رام الله واحنا نقوم بما نريد. لا، انا بقول ان الشعب الفلسطيني قادر وسيختار قيادته، وانا وجهه نظري مع الانتخابات، ويمكن لم يعد ما نختلف عليه الان. الاخ اسماعيل هنيه خرج في خطاب من الدوحه قال نحن نوافق على دولة في حدود الرابع من الحزيران وبنعمل حل الدولتين. طب وهذا نقطة الخلاف مع منظمة التحرير. يجب أن نتفق على برنامج نضالي، برنامج سياسي في إطار الشرعية الدولية. وأنا بقول ليش الشرعية الدولية؟ وهي السفراء الدبلوماسيين بيعرفوا إذا فقدنا الشرعية الدولية فقدنا وجودنا ومكانتنا. حتى أنظمة كبيرة بيعمل واحد انقلاب أول ما بيجي بقول نحن ملتزمون بكل التزامات السلطة القادمة، لأنه وإلا بحاصروه بقولوا له ما لكش مكان تتنفس فيه. لنأخذ حقنا، وإذا أخذنا حقنا في حدود 67 ستنتهي فكرة أرض الميعاد، لأنه أرض الميعاد هي في يهودا والسامرة الضفة الغربية وقطاع غزة. كان أبو عمار يؤمن، أبو عمار كان في بيت الدرج، بالمناسبة اللي قتل المفاوضات وأوسلو كمان يمكن أبو السعيد كان ضدها الله يرحمه. نعم. اللي قتل رابين هو قتل أوسلو. اليمين الإسرائيلي اللي هو بحكم اليوم ونتنياهو هو اللي قتل رابين، ونجح نتنياهو في الانتخابات والليكود وأغلق الملف من حينه، لم ينفذوا شيء منه. الكينونة الفلسطينية مهمة على فكرة. في شعوب كثيرة في العالم أصحاب قضية عادلة، أصحاب قضية عادلة، الأكراد لهم قضية عادلة، الأرمن لهم قضية عادلة. هل تعلموا لماذا لم نسمع بهم؟ لأنه ليس لهم قيادة شرعية تمثلهم. منظمة التحرير القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، فيها عيوب فيها نواقص، يجب أن نعيد الحوار لتمتينها، ويجب أن نعيد علاقاتنا مع شبكة الأمان العربية محيطنا العربي. صح مش بالمستوى المطلوب قرارات القمة، لكن نريد هذه الشبكة أن تكون معنا. طب ما احنا شفنا العالم جاء راكدا لإسرائيل بالسلاح والمال والفيتو. طب شو نطلب احنا من محيطنا؟ نطلب سلاح؟ نطلب جيش يحارب؟ لا، احنا بنطلب الممكن. احنا بنطلب الممكن، الممكن يقاتلوا معنا سياسيا قانونيا ووضع الاقتصاد نستطيع بالاقتصاد وبالعلاقات الاقتصادية أن نجعل هذه الدول تفكر في مصالحها وتعود النظر وتقول لإسرائيل أن حق الدفاع عن النفس هو للشعب اللي تحت الاحتلال مش للمعتدي. هذا عالم مخلوق. شوفوا في أوكرانيا مقاومة شرعية وبعطوه سلاح، روسيا دولة عظمى بعاقبوها، في فلسطين العكس، المحتل اللي عنده أقوى جيش وبنوعية السلاح مش متوفر في أي بلد خارج اليو اس، خارج الولايات المتحدة، F-35 ومفاعل نووي F-16، بعطوه سلاح في الحرب وبيعاقبوا الآخر إنه إحنا إرهاب، اللي بيقاوم هو إرهابي. فأرجوكوا، أنا بقول في عمقنا العربي، أنا بعرف إنه في أساتذة مهمين ومحترمين وبجامعاتهم هم مؤثرين على أجيال. نعم، في إيجابي إنه القضية الفلسطينية عادت، لكن إحنا بدون هذا العمق، لأنه المصالح متشابكة في عمقنا العربي والإسلامي، هم بيستهدفونا. ما فلسطين محتلين 27,000 كيلومتر مربع محتلة. المشكلة مش شون، المشكلة المنطقة كلها، هم يريدوا السيطرة على المنطقة. أنا كنت أناقش إخوة أعزاء من القيادات السياسية المغربية، يأتوا عندي على المكتب وبعد التوقيع الاتفاق الثلاثي، كنت أقول لهم أنه لا أنا ولا أنتوا راح نخرب هذه العلاقة، من سيخربها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، سيجعل الشعب المغربي يخرج ويرفض هذا العدوان. وهذا ما حصل، وهذا ما يحصل الآن. أنا أطالب الجميع أنه زي ما حكى بداية الحديث الأستاذ عن أهمية الرأي العام والشباب والسوشيال ميديا، الرأي المغرب مهم، وأنا في إحدى
المسيرات شكرت جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وناشدت أن يتدخل ويضع ثقة للمغرب، وأعيد ذلك الآن وممكن أعيده بغدا، لوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني. إذا وقف العدوان نحن انتصرنا، مجرد ما يوقف العدوان ولدينا أسرى إحنا بنكون انتصرنا. نعم دفعنا ثمن، وأنا قلت لا أحد يعلم حجم الأضرار في غزة. 70% من مباني غزة الشمال دمرت نهائي، والباقي لا يصلح للسكن. آلاف تحت الأنقاض، ومع ذلك إحنا بنقول في إنا إيمان إنه سننتصر لأننا أصحاب حق. وبعد ما تنتهي الحرب رح نشوف كل هذا اليمين الإسرائيلي اللي جاء بمشروع واحد اسمه تصفية القضية الفلسطينية. هاي الحكومة جاءت تحت عنوان تصفية القضية الفلسطينية. بعد ما توقف الحرب جميعهم لن يبقوا في الحكم، بالتالي هذا المشروع الأكثر تطرفا سينهار. علينا أن نتوحد، لا أن نتبادل اللوم والاتهامات. أنا بقول لك لم يمنع مناضل في الضفة الغربية بده يواجه الاحتلال في حد بيرناو، ولا يوجد تنسيق أمني. إسرائيل من سبعة أكتوبر لا تتصل مع أي فلسطيني، فيش تنسيق أمني، لا تتصل مع أي فلسطيني. المرضى اللي بيتعالجوا في مستشفى المقاصد واللي خلصوا علاجهم إسرائيل كانت تنسق لخروجهم عشان يتعالجوا، جاءت ولمتهم وأعادتهم تحت القصف إلى غزة. شكرا.